على ثورة الحسين عليه السلام حتى الآن 45 جيلا من الناس، وهي لا تزال راية تستعصي على الانتكاسة، ومنارة تأبى التهاوي، وأنوارا تتحدى الظلمات. ولو مرت على هذه الثورة 45 مليون جيل آخر لبقيت ثورة الحسين كما هي، أنوارا تتحدى الظلمات، ومنارة تأبى التهاوي، وراية تستعصي على الانتكاسة. السؤال المهم في الحديث عن معركة عاشوراء هو كيف نجسد نحن اليوم تلك المثل والقيم التي جسدها أبطال تلك المعركة حتى أصبحوا أحباء الله وأوداءه وسادات الحق وأصفياءه، لكي نتعلم منهم ونفعل ما فعلوا. المجتمع الذي لا يعرف الحسين عليه السلام لا يعرف معنى الصلاح والعدل، ولا معنى الخير والإيمان، ولا معنى التضحية والفداء. مجتمع يخلو من كل خير. قالوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شاطئ وسحاب، وقالوا عن الإمام علي أنه نبراس ومتراس، وقالوا عن الزهراء إنها وتر في غمد، وقالوا عن الحسن إنه الكوثر المهدور. ولقد وجدت أن في الحسين كل ما قيل عن جده وأبيه وأمه وأخيه، مع إضافة أن الله تجلى فيه برحمته وسطوته وجماله وجلاله وجوده وجبروته. حقا أقول لكم، لكي يدخل نور الشمس ودفئها إلى بيوتكم، فأنتم لستم بحاجة إلى خلق الشمس في كبد السماء، فهي موجودة هناك. القصارى ما عليكم أن تفعلوا أن تفتحوا نوافذ البيوت، وبعدها سيدخل النور والدفء بلا سعي منكم. وكذلك الأمر مع الحسين عليه السلام، فقصارى ما تحتاجون إليه هو أن تفتحوا منافذ قلوبكم له، وتطهروها من دنس حب الطاغوت، وبعد ذلك يدخل نور الحسين عليه السلام ويطرد من قلوبكم ظلام الشك والشرك والكفر والنفاق.